فيها الاهل تعمل كنترول على الاولاد. هو هذا اللي هون بصير بفتش على حياته بقى السوشيال لايف، و يعني بالعمر معين ما بكون عم يعمل شيء غير. بس الولد ما لازم يكون عنده حافز من خلال النادي، من خلال الاتحاد ربما. الاتحاد له الدور الاكبر، يعني اليوم لما يكون عندك بطولتين ثلاثه بالسنه ما بقى قد الحافز هو هون بمحل عم يشتغل، لانه ما في حافز المحلي بضل موجود. بس عم نحكي على مستوى دوري، هذا اللي نحن عم جد نشتغل عليه. يعني اليوم اذا بتسالني على السنه شو البرنامج فيه اعطيك اياه باي ديتيلز، لليوم يمكن بعد ما حطينا برنامج محلي لبطولاتنا المحليه. اللي عم نعمله هو عم نجرب مثل ما قلت لك، عم نحط حدا من باراليل مع الاهل اللي هو اللايف كوتش، لحتى بس يوصل لعمر معين والاهل ما بقى قادرين يعملوا كنترول يكونوا ديجا عارفين. يعني اللي قطعنا فيه ما رجع نقطع فيه، خسرنا كثير حمل كثير كبيره من بعد عمر 15 16، صرنا نعمل رياضات اخرى وخطور ككل بعالم الرياضه. يعني بالسباحه بالذات، يعني يوم عم لك ثلاث رياضه اسامي بتختفي عمر 15 16 سنه، كثير قليل اللي بكفوا لعمر 18. يعني اذا بتشوف الانتريز بعمر 18 سنه عم بيطلع 4 5، بوقت اللي عمر 8 9 10 11 بكون عندك 3 4. يعني هذه بتبين قد ايه نحن قد ايه عم بفضل منهم من الاخر. اللي عم جرب نعمله انه الخامات المعينه، الخامات المبينه ما نخسرها ونكون حتى